يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوتر يكون في جميع الأشياء المباحة مثل شرب القهوة وغيرها، أم هو في الأشياء التي ورد فيها النص؟ في كل الأشياء الإيثار طيب، الإيثار في الاستجمار بالأحجار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الاستجمار على وتر ويأكل الرطبات على وتر وهكذا، جميع الأقوال والأفعال يستعمل الوتر. نعم، سنة، هذا من السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإناء إذا شربت تتنفس ثلاثة أنفاس هذا وتر، ولا تتنفس نفسين فقط. نعم.